يقول سائل: المسلمون الذين غادروا البلد إلى أوروبا بناتهم يجبرون على السباحة المختلطة مع الذكور، فهل لهم عذر في ذلك ويندرجون تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ ما شاء الله، يعني في فتاوى كمان يكسر؟ والله بطلنا نستغرب، يعني صدور فتاوى يعني انه اخي هذا مضطر، ولو يعني البنات ينشؤون على الفسق والفجور منذ نعومة اظفارهم. نعم يا اخوتي، هذه ضريبة الانسان الذي ترك بلاد الشام، ترك وطنه. لمن تركت هذا الوطن؟ لمن تركت هذا البلد؟ خوفا على نفسك من الموت، آجال محتومة، خوفا على رزقك، أرزاقنا مقسومة. تركت هذا البلد، بلاد الشام، البلاد المباركة، مع أننا في بلاد الشام وضعنا مزعزع من حيث الإيمان، من حيث السلوك، من حيث القيم، من حيث الأخلاق، وضعنا مزعزع. فكيف تذهب إلى بلد كافر؟ ما في كلمة حرام، ما في كلمة حرام عندهم، على العكس من ذلك تماما. ينشئون بناتهم وأبناءهم على الفسق والفجور، وخاصة عندما يعرفون هذا مسلم ركزوا عليه. لذلك هم استقبلوا أبناءنا وبعض إخواننا، استقبلوهم مو من البوابة الرئيسية، لا، من طرق التهريب، بمعنى الإذلال. طالما أنه ذليل في شروط، من أجل المصلحة تنزع الحجاب المرأة، من أجل المصلحة الأولاد في المدارس السباحة عرات والعياذ بالله تبارك تعالى. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ قال: هي هاجرنا. وين هاجرت؟ هاجرت إلى بلد، بلاد كفر، وتركت البلد الإسلامي اللي صارت بلادنا بلاد كفر وبلادهم بلاد الإسلام؟ والله احترنا، هذا بيقول لك هالبلد بلد كفر، بلاد الشام بلاد كفر، وهذيك البلاد. إذا كل الأرض صارت كفر. يا عباد الله، لنتقي الله في أنفسنا. والله نصيحة لوجه الله، أبلغوا إخوانكم وأحبابكم، يا أخي ارجع لبلدك مهما كلف الثمن، وسل الله الثبات في هذا البلد، وأن لا تخرج خارج هذا البلد. أجلك محتوم ورزقك مقسوم، والمقدر كائن لا ينمحي. كن حريصا على دينك، كن حريصا على دين أبنائك. فسد بناتنا وأبناؤنا في بلدنا، فكيف إذا خرجوا حيث لا يسمعون كلمة الله أكبر، ولا يرون مأذنة، ولا يرون مسجدا إلا بمسافات، ولا تدري يصلون الجمعة أم لا يصلون الجمعة. ألف المنكرات، عشق المنكرات والعياذ بالله في نهاية المطاف. لأن الإنسان عندما يألف شيئا في كل يوم يراه، يلتفت يمين ويسار، كل فسق منكرات، ألف المنكرات، فإذا به رأى المنكر معروفا ورأى المعروف منكرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك لا عذر لهم، وواجب عليهم شرعا أن يهاجروا من تلك البلاد. ولكن أرجو الله أن لا ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.